أنا ما بغيتهم يعرفون بسالفة الشريط لأني متوقع ردهم. استريح بس استريح الله يهداك استريح. لا ضايق خلقك وبس. يا صادق أنت لو تعطيني فرصة مرة واحدة بس أفهمك. شوف يبا عيال المدير هذيلة انسى، اعتبر الطريق مسدود قدامك. انزين شو أسوي؟ يا أخي في طريق ثاني والفرصة موجودة لين الحين. وبعدين أنت لا رحت حق بطارق ولا حق برهان، وهني تعزل موقفك، يعني موقفك يصير قوي قدامهم. شوف صادق أنا أبيك تضغط عليهم حيل، اضغط عليهم حيل إلين يعطونك المفكرة وأنت تستفيد وخيك هم يستفيد بعد. نمر لا تخليني أزعل عليك، أنت رفيجي وقاعد تساعدني علشان تنحل مشكلتي وأنا أقدر لك الشيء هذا. أما أنك تنحد... بس 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 واللي خليك بس أدري فيك راسك يابس، أنا ما ودي تفتح لي محاضرة ولا شيء. شوف يبا نفذ اللي ببخك وعلى كيفك، لكن بالأخير صدقني أنت اللي خسران. اسمعني اسمعني وسع صدرك، أنا بقوم أسوي لك سكارة شاي الحين حكيمية، أعدل راسك هذا شوي عشان تعرف تفكر.